السلام عليكم. اليوم جيت باش نبارطاجي معكم هذا الفيديو. مشيت واحد المحل يعني عجبوني لي برودوي اللي كيبيعوا فيه وقلت علاش لا ما نتقاسمهاش معكم. نخليكم مع الفيديو هنا كما كتلاحظوا هذا الشيء كل ما يخص المطبخ. هادو ديال العود يعني كاليتي مزيانه، وكما كنعرفوا العود راه هو يعني صحي 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 الدماغ. لقينا نتفاداو يعني هادوك الانوكس ولا الحديد، وأثمنة ديالهم أثمنة مناسبة يعني كيديروا دوغ ولا بيس جوج أورو لا بيس. هاد المحل راه في تخيتاي سولي في 94 في فال دو مارن. أنا غنخلي لكم في صندوق الوصف البلاصة فين كاين. وهنا عندهم أن أورو لا بيس، هادو يعني بعد الديكورات والحوايج اللي نقدروا نديروهم في أعياد الميلاد، يعني أفكار ورخاص بزاف وزوينين. يعني ما بزاف الافكار هادو باش يلعبوا الوليدات الصغار، حتى هما دايرين جوج اورو الوحده. يعني ممتازين، انا شفتهم على انهم يعني الثمن ديالهم مناسب ومغايرين على الحوايج اللي كتلقاو في مجازات اخرين. هادو بعض الافكار ديال الناس اللي يقدروا يبغوا يديروا الغرس عندهم، يعني مع الغرس هادو يعني دي بتي بو باش كديري فيهم باش غير تنبت. وهادو بعض النباتات حتى هما يعني ماشي غاليين، الناس اللي عندهم لا باسونس يبغوا يديروا هادشي ديال الفلاحه علاش لا. وفي هاد لا غيون شفت هادو لي برونش زوينين، يعني كيديروا طوغ ولا بيس، والشكل ديالهم يعني رائع رائع. الشكل ديالهم يعني مخالف على الاشكال اللي كنشوفو عاده، وحتى الاثمنه يعني اثمنه مناسبه. هادو دايرين ان اورو لا بيس، والكاليتي ديالها راه ماشي بحال الكاليتي اللي كنلقاو في لي مارشي، وخا الثمن بحال بحال. وهاد الفكره ديال هاد المنجره اللي عجبتني دايره 3 اورو لا بيس، يعني كتقدر ديري بها ديكور بها على حساب لي سالاد، وهذه تاهي على حساب الخيار ولا الكورجيت. ممتازه، وحتى اللوينات فيهم لوينات زوينين. هنا كتنجري بها وكتخرج داك الشكل كما كتلاحظوا، وعندها حتى ديك الشيته باش تنقيوها بها، وفيها كاع الالوان كيديروا 3 اورو لا بيس. وهاد العيبه هذه بحال الشتاء كتلصقيها في القرعه وكتسد بحال البوشو، وكتعمري القرعه بالماء وتقدري تنظفي بها او ميم طون، يعني تحكي و او ميم طون كتشلي بها. وكما كتلاحظوا في الجنب على اليسار راه كاين دوك الكويار اللي كنشوفوا بزاف كيعبروا بهم، هادو راهم كيديروا 3 اورو لا بيس. بلاتي غادي يبان الثمن ديالهم كتعقل عليهم، وفيهم الوان بزاف دايرين 2 اورو لا بيس. راهم براتيك يعني مزيانين، عجبوني انايا وهذه والله ما عرفتهاش. هذه ديال بواغو وقلو باش ينقيوها، يعني افكار. انا كنصح الناس اللي قراب هنا يمشيو يزوروا هذا المحل ويشوفوه، فيه يعني حويجات زوينين واثمنه مناسبه. وهذا لابوشادو يعني واحد الشكل ديالو اللي اول مره كنشوفه، وثمن مناسب. هنا غادي نجي بشري المقطع ديال المقادير، كنوعدكم في فيديو اخر غادي نديرو، ولكن في صندوق الوصف غتلقوني غادي نحط المقادير ديال عجينه اللوز والمقادير ديال العجينه اللي كنديرو من الفوق. هنا راه غادي نوريكم فقط في هذا الفيديو غير الاشكال اللي درت، ولكن بالنسبه للمقادير مازال ان شاء الله غادي يكون عندي كومود اخرين ونحط لكم المقادير بالضبط، ماشي مشكل. هنا فقط نعطيكم فكره على حلويات اللوز. هنا درت واحد اربعه تشكيلات ولا ثلاثه، والله ما عقلت. غادي نشوف في الفيديو هاد الشكل الاول بهذا المول. راه كاين في ديك المجازه اللي كنت درت لكم في الفيديو السابق، لا باقي نتعقلوا واحد الفيديو درته في واحد المحل ديال البيع اللوازم ديال المطبخ وكل شيء، راه تقريبا كيدير وقيله 6 اورو. كندير يعني دائره عاديه وكنكورو على حساب يعني على حساب لاطاي ديال المول، وكندخل يعني هذا كيعطي واحد الشكل. هذا المول كيعطي واحد الشكل عجيب وما كيحتاج حتى شي تقنيه ولا شي حاجه، ساهل بالناس اللي يلا غادي يكونوا مبتدئين، يعني يلا بداو يصايبوا الحلوى ديال اللوز، فهو يعني ساهل وكيعطي شكل اللي هو راقي. هنا غنستمر بهذه الطريقه، وضروري ندهن لاباط ديالي بالبيض باش ملي تكون طيب مت يعني كما نقولوا العجين ما تفرقش على العجينه ديال اللوز، يعني بقى ملاصقه حتى ملي طيب، يعني بحال شكل ديال كعب غزال كنتو كتعرفوا. كعب غزال ضروري حتى هو يعني تثبتوه مزيان، واخا ما نديروش البيض اكثر ما كيديرش البيض،
ولكن خاص ضروري تبتي العجينه على عجينه اللوز باش ما تفرقش مع بعضياتها. هنا غادي نكمل وغادي ندوز باش ندير معكم الشكل الثاني. هذا الشكل الاول. وبالنسبه للشكل الثاني انا خديت العجينه بسطتها بهذه الطريقه، يعني تكون عجينه رقيقه، وعجينه اللوز درتها على شكل قطيب بهذه الطريقه. وغادي ندهن لاباط ديالي بالبيض باش كذلك، ديما البيض كيعاونني انا، البيض يعني كيلعب الدور ديال بحال اللي صعق. صافي كرروا لي بهذا الشكل، يعني العجينه ضروري تكون رقيقه بزاف، ندوزوها في اصغر نمره عندنا في الماكينه بالنسبه للناس اللي غادي يورقوا بالماكينه. لو ما عندكش الماكينه ورقيهم غير بيدك، ولكن تكون رقيقه. صافي كنلويها ونقطع. هنا غنحيد الجوانب، وعلى حساب السيجار انت قداش بغيتيه يكون، يعني بغيتيه طويل ولا بغيتيه قصير. غير المهم هذيك الاولى اللي غتقطعي هي اللي تاخدي عليها العبار. انا هنا غادي نديرو بالمنقاش، غادي نديرو بهذا الشكل كما كتلاحظوا. هذا الفيديو فقط غنوريكم الطريقه، هي للاسف راني كنت بغيت ندير معكم المقادير وكل شيء، وكنت تحذف لي الفيديو، لهذا راني نزلته بسرعه على حساب مابقاش عندي الاسباس بزاف في التليفون، مازال عاد كنصور غير بالتليفون. صافي كنكمل بهذه الطريقه. راه كاينين اشكال متعدده، كل مره ان شاء الله غادي نقدم لكم شكيلات ديال حلوه اللوز. هاد الاشكال كيجيو بسيطين ولكن كيجيو راقين في نفس الوقت. هي عجينه وحده انا يعني وشكلت بها بزاف ديال الشكيلات. فقط تقدروا تبدلوا، غير تغيروا يعني المنسم، كل عجينه تنسموها بحاجه. وهنا غادي ندوز باش ندير معكم الشكل الثالث. انا كملت الشكل الثاني، والشكل الثالث هو غنديرو على شكل ديال تقريبا بحال الوريضات. هنا راني لونت لاباط بالغوز ولكن ما عجنتش الملون بزاف، غير يعني خلطته غير شويه باش يبقاو لي هذوك اللي غيغ بحال الرخامه. هادو راه الملون راني خديته، درت ملون ديال الغبره اون بودغ، خديته من هذيك المحل اللي وريتكم في الفيديو سابق. تقدروا ترجعوا للفيديو، غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. هنا كناخذوا خمسه القطعات، وغادي ندهن هذوك الطريفات بالبيض ونلصقهم بهذا الشكل، يعني بحال تركبي وحده على وحده، غادي نركب وحده على وحده بهذه الطريقه، غير الحاشيه ماشي كلهم. وغادي ناخذ يعني واحد شويه اللوز وغادي نحربلو بهذه الطريقه، يعني يكون غير شويه ماشي بزاف. صافي غادي نجمع العجينه من التحت، غنبقى نطوي وانا كنجرف العجينه. ضروري تجري العجينه من التحت باش يبقى لك هذوك الوريضات من الفوق، او ميم طون خاصك تغطي اللوز كامل ما يجيش يبان. يعني بقيت تجري في العجينه بحال يعني تجريها من التحت ونضغطوا عليها، خاصة ضروري الضغط عليها تكون بلا ما تكونش دايره، ضغطوا عليها باش كنجيو نجيو نوريو لي من هذيك البلاصه، نبداو ندورو فيها، ندورو حتى نكملوا الورده ديالنا كامله. هنا راه بسطتها وغادي نلصقها بالبيض ديال البيض، وغادي نشكل الوريضه بهذا الشكل. غادي ندوز باش ندير معكم واحدة اخرى باش تشوفوا الطريقه مزيان. هنا انا كناخذ خمسه القطع، بغيتوا ورده صغيره تقدروا تاخذوا غير اربعه القطعات. انا هنا عندي المقطع صغير، يعني خمسه القطعات راح كيجوني هما هادوك. المقطع تقريبا فيه تقريبا 4 سنتيمتر ديال في الديامتر ديالو، في القطر ديالو، ماشي كبير بزاف، راه غير صغير. كندير العجينه بهذه الطريقه ونبقى نجبد. ضروري تجبدي العجينه من التحت باش تغطي اللوز، خاص اللوز ضروري تغطى، ما يبقاش لينا اللوز يبان بالمره. يعني الشكل ديالها واخا يتخسر من التحت ماشي مشكل، حيت غادي تغطى. صافي غنضغط عليها بهذا الشكل حتى تولي مسطحه، يعني ما تبقاش دايره. وكرروا ليها بهذه الطريقه، يعني من جبد ما والو، غير ندورها بهذا الشكل ونحصلوا على هذه الوريضه. هنا انا استعملت جوج الالوان، خديت الغوز وخديت البيستاش. الملونات راني استعملت كما قلت لكم ملونات ديال البودغ. انا كان يعني عزيز عليا نخدم بالملون اون بودغ باش ما تبدلش ليا لا تيكستور ديال العجينه، تبقى العجينه يعني ما ترخفش ليا العجينه، تبقى القوام ديال العجين يبقى هو هو. هنا كذلك راني خديت خمسه القطع وخديت اللوز حربلته بهذه الطريقه وحطيته، وغادي ندور بنفس الشكل. تقدروا ديروا الالوان اللي بغيتوا، الالوان اختياريه، واللي ما بغاش يدير الالوان هي كتجي تا كتجي باللون الابيض، كتجي ممتازه، كتجي مزيانه. وغادي نحربلوه بهذه الطريقه، ندورو، غنستعمل بقليل من البيض باش نلصق.
صافي كنحصلو على الوريده ديالنا. غادي ندوز باش ندير معاكم الشكل تاني. وبالتالي غادي نكون ساليت الاشكال ديال اليوم. انا من بعد غادي نطيبهم في الفرن وغادي ندهنهم يعني بالناباج. انا اليوم راني دهنتهم بالناباج، ولكن عاده كندير ليهم يعني التعسيله ديالهم، ما كندهنهمش بالناباج بوحدو. اليوم فقط راني دهنتهم غير بالناباج، كاينه التعسيله ديالهم غنديرها معكم في حلقه تانية. هنا هذوك الشكيلات اللي لاحظتوا درتهم بالمول ضروري ما نتقبوهم بحال الشكل كما قلت قبيله، شكل ديال كعب غزال، باش ما لاباط تبقى يعني ملاصقه مع العجين اللوز. وهذا هو الشكل النهائي ديال حلوه اللوز ديال اليوم. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، ولا كان تجاوب مع هذا الفيديو فان شاء الله غادي نقدم لكم اشكال اخرى. نتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم. عندكم شي سؤال خليه ليا في صندوق الوصف، ولا بغيتوني نحط بحال هذه الفيديوهات قولوها ليا في التعليقات، وانا ان شاء الله تحت الطلب ماشي مشكل نحط لكم فيديوهات على حساب يعني الناس اللي باغين، واش بغاو فيديوهات بحال هذا الشكل، ولا نستمروا فقط في كل ما هو مالح والطرطات السهله. هنا نخليكم، ما تنساوش تخليوا لي تعليق وديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.